في هذه الحلقة سيكون محورها حول الاستهدافات المتكررة لقاعدة عين الأسد الجوية من قبل الفصائل. سنناقش هذا مع ضيوفنا، أولا المهندس محمد عباس المراقب للشأن السياسي، وعبر سكايب سيكون معنا النائب عن محافظة نينوى الدكتور محمد نوري العبد ربو، بالتأكيد لديهم رؤى وتحليلات عما يجري في قاعدة عين الأسد من استهدافات. احنا نسمع مثلا تصريحات للإيران يقولون نحن قادرين، يعني خصوصا قوات قادة في الحرس الثوري الإيراني صرحوا سابقا بأنهم قادرين على إزالة إسرائيل من الوجود خلال ساعات. فصائل المقاومة تتحدث بأنها ستستهدف القواعد الأمريكية وستكبدهم خسائر، تصريحات شيء والواقع شيء آخر. يعني هو السؤال اللي لازم نسأله، هل الحكومة العراقية موافقة على بقاء القوات الأمريكية؟ نعم. الآن؟ نعم. إذا كانت موافقة فيجب أن أحترم رأي الحكومة العراقية. نعم. أنا كعراقي يجب أن أحترم رأي الحكومة العراقية، يعني هي العراقية تقدر هذه المواقف. نعم. ثم أذهب، هل لدى الحكومة العراقية النية في جدولة الانسحاب؟ إذا كان هناك نية إذن يجب أن تتفق الحكومة العراقية مع القوات الأمريكية على جدولة الانسحاب خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة. الدول تخشى اليوم، الدول التي تمتلك من الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية الكبيرة تخشى المواجهة مع أمريكا، لأنها تعتقد بأنها ستدخل في معركة خاسرة واستنزاف طويل الأمد. فما بالك في جماعات مسلحة تحاول أن تصطدم بالدولة، تدرك تلك الجماعات أيضا بأنها لا تستطيع أن تقدم أو تفعل أكثر من هذه الأوراق الضغط التي تمارسها وتلعب من خلالها مع هذه القوات الأمريكية لتحقيق يعني بعض الأجندات، لإيقاف بعض الأجندات التي تحاول القوات الأمريكية تمريرها.